احنا هنتكلم النهارده ان شاء الله عن كتاب لعالم جليل اسمه ابن باز، وهو كتاب تقديم لاوائل صناعه التنبيه. طبعا الوهله الاولى اللي هيبص هيفتكر ان المحاضره اساسا على التنبيه او ايه الكتاب بيتكلم عن التنبيه. بس الحقيقه اللي هيقرا الكتاب او هيطلع عليه هيلاقي ان الكتاب بيتكلم عن حاجات ثانيه غير التنبيه. بس هو هدفه الاساسي من الكتاب توضيح التنبيه. توضيح عمليه التنجيم الحقيقي. والواحد بيجهز محاضره زي دي وعايز يبتديها بيختار يبتدي من اي نقطه؟ هل يبتدي من الكلام عن البيروت؟ ولا يبتدي من الكلام عن التنجيم؟ ولا يبتدي من الكلام عن الفلك اللي هو فرع منه او جزء منه التنجيم او الاثنين كانوا اشقاء تمام لحد ما انفصلوا او تعزلوا عن بعض؟ فالواحد بيبقى محتار يتكلم في اي نقطه. بس لان الناس فاكره في التنجيم في شقين، في ناس يعني بتعتقد ان التنجيم ده كلام فاضي ملوش لازمه. في ناس تانيين بيعتقدوا ان التنجيم حاجه مؤثره وفاعله وبتاثر في الناس. طيب هل التنجيم فعلا فاعل ومؤثر ولا التنجيم كلام فاضي؟ ايه اللي يثبت كده؟ اللي يثبت كده اليوم العربي عشان تمام. التنجيم كان زمان بيتقال عن المنجم اللي هو عالم الفلك. كان عالم الفلك ما اسموش فلكي، كان اسمه المنجم. وعشان نفرق بين المنجم بتاع دلوقتي والمنجم بتاع زمان كنا بنقول عن المنجم بتاع دلوقتي الاحكاميون من المنجمين. يعني ايه احكاميون؟ يعني اللي بياخدوا من شكل النجوم وهيئتها في السماء احكام معينه وبيثبتوها على الارض. زي تبادل الدول، موت اشخاص، اوبئه بتظهر، طاعون بيظهر، مده حياه شخص، تمام؟ شخص هيبقى عظيم، شخص هيبقى حقير، الحاجات دي. فاللي بيحددها كانوا المنجمين لانهم بياخدوا الاحكام من النجوم. فكان عشان تفرق فبتقول الاحكام. اما مثلا منجم الخليفه المامون دول الفلكيين اللي كانوا شغالين مع الخليفه المامون. فهو ده الفرق بين المنجم والفلكي دلوقتي، وزمان كان المنجم هو الفلكي والفلكي هو المنجم لحد 1700 برضه كان المنجم هو الفلكي والفلكي هو المنجم. لما ابتدى علم الفلك ياخد ابعاد جديده. جميل. يعني كيبلر كان منجم. معلش بس كيبلر مش اوكي. كيبلر كان منجم وكان بيقول ان علم الفلك علم جنوني ولولا علم التنجيم لمات علماء الفلك مجموعة. يعني ايه؟ ربنا نزل لهم علم التنجيم رحمة بيهم عشان يقدروا يتكسبوا من وراهم. كيبلر بيقول كده مش انا. فانا بستعرض دلوقتي اقوال الناس عن التنجيم. الاراء طبعا كلها المصادر موجوده، فاي راي هيبقى صح ومش هيك. انا بس بعرض الراي والراي الايه؟ الاخر. فقبل ما نتكلم عن الكتاب هنتكلم شويه عن التنجيم. هل التنجيم علم ولا صنعه؟ اتفقوا ان هو التنجيم صناعه وليس علم. العلم الحقيقي هو علم الفلك. اما التنجيم هو الدلائل اللي بيشير فيها علم الفلك. عشان كده ابو الرحمن بيقول لي كتاب التفهيم لاوائل صناعه التنجيم، وفي اخر الكتاب حمله فظيعه على اللي مش عارفين التنجيم الحقيقي. تمام؟ دلوقتي مثلا اللي بيطلع في الجرايد في حصه اليوم ده مش تنجيم، يعني اي منجم حقيقي بريء منه. يعني هو مخالف للتنجيم. تمام؟ في التنجيم الحقيقي. التنجيم الحقيقي بيعتمد على شكل السماء، بيعتمد على الكواكب وعلاقتها ببعضها والزوايا بينها من كل كوكب والتاني قد ايه؟ جنب بعض، بعيد عن بعض، بينهم 90 درجه، بينهم 180 درجه. كل دي ليها مصطلحات في التاريخ. فالمنجم الحقيقي بريء اللي بيحصل منه. برضه في منجمين كتير مش منجمين زي ماجد فرح مشهوره جدا لو حد يسمع عنها. دي مش منجمه اصلا ما تعرفش اي حاجه في الفلك، المفروض المنجم الحقيقي يعرف الفلك. ده بغض النظر عن التنجيم صح او غلط. نبتدي في اصول التنجيم. في جماعه مشهوره جدا في التاريخ الاسلامي اسمها اخوان الصف. دي كانت جماعه من الشيعه الاسماعيليه. وظهرت في القرن الرابع الهجري. تمام؟ والجماعه دي كانت بتعتقد بالتنجيم. ولكن كانت بتقول ان الكواكب بتاثر فينا، بس الكواكب مش هي الفاعله، يعني مش هي اللي بتعمل، بس شكلها هو اللي بيأثر فيه. بمعنى ان وجود كوكبين جنب بعض ده ممكن يأثر فيه، بس مش الكوكبين هم اللي بيعملوا ايه؟ التأثير. زي الشمس بتأثر فيه، بس الشمس مش هي الخالقه. تمام؟ في خالق خلق الشمس، والشمس دي بتأثر فيك.
فكان اخوان الصفه بيقبلوا كده وليهم كلام كتير جدا في التنجيم وليهم مسائل وليهم حاجات كتير. كانوا بينسبوا المنجمين بينسبوا التنجيم لانبياء. ليه بينسبوا الانبياء؟ بينسبوا الانبياء عشان يستبدوا منهم الكتاب. دي اول والانبياء ممكن يكونوا ربنا اداهم علم النجوم بس ايه العلم؟ ممكن يكون ربنا اداهم علم الفلك. وعلمنا ادم اسماء كلها، احنا مش عارفين سيدنا ادم عارفين بالظبط. في نظريه بتقول ان كل العلوم اللي موجوده دي ما هي الا حاجه مخزنه في عقلنا واحنا بنطلعها، يعني النسبيه دي كانت في عقل القدام بس ما اينشتاين ما هو الا ايه؟ اللي مسك الفكره كده وطلع النسبيه. في نظريه بتقول ان كل العلوم مخزنه في كل دقيقه فيه، بس في بعض الناس دي تفتكر فبتطلع. يعني بغض النظر عن النظريه صح او غلط بس موجوده. طيب في رسائل اخوان الصفا بيقولوا علم الخط مشابه لعلم الكمبيوتر بس لعلم ده مثلا يعني مش موجود بس كان في حاجة بالنسبة لإبليس بس اسمها علم الخط. في النهاية هنقول يعني رأيي في التنجيم بس الأول هنستعرض الأول. طيب سيدنا بيقولوا إن سيدنا إبليس صعد إلى فلك زحل، كانوا زمان بيعتقدوا إن فلك زحل هو آخر الأفلاك اللي فلك النجوم. بمعنى إن كوكب قريب مننا بعديه كوكب لحد ما نوصل زحل، بعد زحل ما كانش فيه كواكب تاني كان فيه نجوم. فبيقولوا ان سيدنا ادريس طلع لفلك زحل وده تفسير قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا. هم اللي بيفسروها كده. وقعد مع الفلك 30 سنه وبعد كده نزل وعلم الناس التاني. بغض النظر عن الكلام صح ولا غلط بس الكلام موجود. برضه في ناس برضه كانت بتتهم سيدنا ابراهيم بانه كان عارف بالتاني. اولا سيدنا ابراهيم كان في بيت. في معلومه صحيح المره اللي فاتت اتكلمنا على ان نبوخذ هو كان حاكم بابلي وليس فارس، انا قلتها فارس كده فارس غلط هو بابلي وما كانش حد بابلي نبوني بعد ايه؟ بعد الحرب بس هو بابلي وليس فارس. فكان سيدنا ابراهيم كان في بابل وبابل مشهور كان في حضاره اللي هي يعني في المنطقه دي وكانت مشهوره الحضاره دي بالتنجيم وهم اللي ظهر عندهم التنجيم وبعد كده ادوه لليونان واليونان بعد كده علموه للناس بس هم اساس التنجيم والفلك وليهم جداول كتير وليهم شرطات كتير وليهم حاجات كتير جدا في الفلك والتنجيم لان الاهلين كانوا مقترنين ببعض. فكانت حضاره بابل بتعتقد بالتنجيم. فيقال ان سيدنا ابراهيم عليه السلام كان عارف بما انه اصلا كان في الحضاره دي فلازم يبقى عارف بكل علومهم. فكان عارف التنجيم بتاعه. وبيقول ان هو ضحك عليهم بالايه فنظر نظره في النجوم. بيقول ان سيدنا ابراهيم لما جم عشان يقولوا له تعالى معانا للعيد او الاحتفال قال لهم بص في النجوم دي اول حاجه يعني واهمهم بعلمهم قال لهم مثلا من شكل النجوم دي انا النهارده هبقى عليك فقال ايه صغير هم هيصدقوه ليه ويمشوا مش هيصدقوه الا لو فعلا كان شكل الكراكب مثلا بيقول ان هو كان عيب فتولوا عنه مده. فبيقال ان سيدنا ابراهيم عليه السلام كان يعرف التنجيم اللي هو كان سائل في عصره. من الحاجات المشهوره جدا واللي ذكرت في كتب كتير وتواريخ كتير هو تنبؤ وزير كسرى انوشروان بمولد النبي عليه الصلاه والسلام وده اللي حددوا بيه ميلاد النبي عليه الصلاه والسلام زي ما قلت كده تحت المحاضره محمود باشا الفلكي حدد ميلاد النبي عليه الصلاه والسلام بالطريقه دي وقت قال ايه بقى وزير كسرى انوشروان؟ كان ساله كسرى انوشروان عن تبدل الدوله او تبدل الملك فقال له ان الملك هيتبدل للعرب ودليله من كده قالوا ان القائد منهم ده معناه النبي عليه الصلاه والسلام او اللي هياخدهم بغض النظر عن هو مين يولد 45 في روايه بيقول 45 وفي روايه بيقول 40 بس النبي عليه الصلاه والسلام مولود في 40 سنه من ملك ايه كسرى الفرس كان بيعرفوا بالملك يعني الملك اول ما يحكم يقول السنه الاولى من حكم الملك السنه الثانيه من حكم الملك لحد ما الملك بيموت يجي بعد الملك ثاني يقول السنه الاولى من حكم الملك السنه الثانيه من حكم الملك فكان كسرى وجه بعديها كسرى يزدجر كسرى قال شروان وبعدين كسرى يزدجر فكسرى قال شروان سال وزيره قال له ان القائد منهم يولد 45 من دولته وفي روايه تقول 40 سنه ويملك المشرق والمغرب والمشترى يغوص الى الزهر وينتقل القران يعني قران زحل والمشترى من الهوائيه الى العقرب وهو برج مالي وهو دليل ايه معنى الكلام ده؟ المشترى وزحل دول كوكبين تمام لما بيقربوا من بعض ويبقوا جنب بعض في السماء مش معنى جنب بعض ان هم يربطوا بعض. واحد كده وواحد وراه بس هم بالنسبه لك شايفوا ان ايه جنب بعض ظاهريا يعني. لما بيقربوا الاثنين من بعض ده بيسموه القران الكبير.
ليه؟ لانه بيحصل كل 960 سنه زمان، ودلوقتي بعد ما حطوه بيحصل كل 800 سنه تقريبا. فهم كانوا فاكرين ان هو بيحصل كل 960 سنه. ودي ليها علاقه ثانيه. احد منجمي الاسلام او من اشهر منجمي الاسلام وهو ابو معشر الفلكي. ابو معشر الفلكي متوفى سنه 272 هجريه. وهو كان من اشهر منجمي الاسلام وله كتب كتير جدا في التاريخ. كان ابو معشر كان ابو معشر كان ابو معشر الفلكي قال ان مده 960 سنه دي مهمه جدا، لان هي المده اللي ملك فيها سيدنا نوح. ربنا بيقول في القران الكريم ايه؟ فلبث في قومه 1000 سنه الا ايه؟ 50 عام، يعني 950 سنه تقريبا اللي هي 960 سنه بعد كده لما حققوا. فكان كل ان هي مهمه جدا، وابو معشر الفلكي قدر يحدد تاريخ الطوفان ده، وقدر يقول ان هو 3200 سنه قبل. بغض النظر الكلام صح ولا غلط، بس هو متوافق مع كلام اهل الكتاب. يعني اليهود بيرجعوا تقريبا سيدنا نوح 3000 سنه قبل الكون. امتى قرار ان الكوكبين دول يبقوا في السماء جنب بعض؟ ده بيبقى يسموه القرار الكبير، وكل ما القرار ده بيحصل كل 960 سنه، تمام؟ بتحصل حاجه على الارض، يتبدل الملك من دوله لدوله، من امه لامه. فكان وزير كسرى قدر يستنتج ان في واحد هيتولد من بلاد الكوكبين دول، في واحد هيتولد. وايه؟ وقال طالما ان المشترى والزحل هيقترنوا في كوكب في برج، يعني ايه برج؟ الابراج 12 برج. 12 برج المنجمين بيقسموهم ازاي؟ برج مالي، هوائي، ترابي، مالي. بتبتدي من المالي، بعد كده الترابي، بعد كده الايه؟ الهوائي، بعد كده المالي. تمام؟ هم 12 برج، يعني كل اربعه ليهم طبيعه. دي اسمها الطبائع الخاصه باربعه. زمان ما كانوش يعرفوا عناصر، ما كانوش يعرفوا كيمستري، ما كانوش يعرفوا CO2، ما كانوش يعرفوا كربون، ما كانوش يعرفوا صوديوم. فكانوا بيقولوا ايه؟ في اربع حاجات مكونين رئيسيين للبني ادم، ايه الاربعه دول؟ النار والميه والهواء والايه؟ والتراب. فكانوا قدروا ينسبوا الابراج دي طبيعه معينه عشان يثبتوها عليها. المهم قالوا ان البرج المائي ده دليل العرب. يعني ايه دليل العرب؟ يعني مثلا ممكن البرج المائي ده دليل الفرس، البرج المائي ده دليل العرب، البرج الهوائي دليل الروم. فكانوا بيقسموها. فقدر يستنتج وفعلا النبي اتولد. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ هو جاي في مقدمه ابن خلدون والعقد على ابن خلدون. طيب وفي واحد اسمه تيوفيل الرومي، تيوفيل الرومي ده كان في عصر بايوميا، وقال ان عمر الامه هيمتد 960 سنه من ميلاد الرسول عليه السلام وهتنتهي بقى. طبعا الامه ولا انتهت ولا حاجه والكلام ده بقى لسه. طيب هل التنجيم موجود لحد دلوقتي؟ في حاجات بنستخدمها، المنجمين هم اللي عملوها؟ اه في حاجات بنستخدمها. اول حاجه بنستخدمها قلناها برضه مره تمثيليه كده، الايام الاسبوع. ايام الاسبوع واضح من ايام الاسبوع ان هم سبع ايام. وقلنا ان سبعه ده جاي من حاجتين، الحاجه الاولانيه ان هم الكواكب السياره والشمس والقمر كانوا سبعه. زمان كانوا يعرفوا خمس كواكب بس والشمس والقمر. الشمس، قمر، تمام؟ عطارد، زحل، مشترى، المريخ، الزهره، تمام؟ دول السبعه اللي اتلخبطت ولا ايه؟ السبعه اللي هم عارفين. لو بالترتيب من الارض، الارض، القمر، العطارد، الزهرة، الشمس، المريخ، المشترى، تمام؟ فقالوا سبعة، كل يوم في كوكب هو اللي بيسيطر على اليوم ده. وأصل الأسبوع ده من بابل. أهل بابل هم اللي عملوا الأسبوع. ليه عملوا الأسبوع؟ أهل بابل تقويمهم كان قمر. فقسموا دورة القمر اللي هي 28 يوم على أربعة، اللي هو كل سبع أيام دي. يعني لو السبعة ده عدد قريب من اللي هم في النظم دي، سبعة كواكب و28 على أربعة فيها سبعة، فابتدوا يعملوا حاجة اسمها الإيه؟ الأسبوع. ودي كانت بداية الأسبوع. في نظرية تانية بتقول لا، الأسبوع جاي في الشرق الأوسط، لأن الشرق الأوسط موطن الأنبياء. والأنبياء لما جم بشروا بالأسبوع الأول اللي هو ربنا خلق فيه الإيه؟ السماء والأرض والمخلوقات في ستة أيام، ثم استوى عليه على العرش. فهو خلقهم في ست ايام، وبعد كده خلى الجمعه، خلق في ادم في اخر جزء من النهار، خلق في سيدنا ادم، وابتدت الدنيا زي ما الكتاب المقدس وزي ما في احاديث كتير بتقول كده، وزي ما القران الكريم بيقول كده، تمام؟ دي اول حاجه، التنجيم لسه مستمره لحد دلوقتي. في حاجه ثانيه مهمه في التنجيم. احنا دلوقتي في بدايه اليوم الساعه كام؟ بدايه الساعه الساعه 12 بالليل. طيب 12 بالليل دي الشمس بتبقى فين؟ تمام. ده دي بداية السماء، يعني عند المسلمين.
او عند العرب اللي هو الليله تصل باليوم والليله من الغروب تمام. بس انا بتكلم دلوقتي عن الساعه من اول فين؟ من اول الساعه 12. الساعه 12 في حاجه اسمها خط نص النهار. يعني ايه خط نص النهار؟ يعني الشمس بتطلع من الشرق وبتغرب في الغرب. نص المسافه بين الشرق والغرب ده بيبقى ايه؟ اتجاه الجنوب بالظبط. اتجاه الجنوب بالظبط لما الشمس بتيجي عنده ده بيسموه ايه؟ وقت الظهر. تمام؟ بتبقى على خط الزوايا، فيما يعرف بخط الزوايا. فالشمس لما بتبقى على خط الزوايا بتبقى الساعه 12 الظهر. عكس خط الزوايا ده، في خط تاني احنا مش شايفينه، يعني دايره الزوايا دي لفه الكره الارضيه كلها. في جزء بيبقى موجود لما الشمس بتبقى عليه بتبقى الساعه 12 بالليل، احنا ما بنشوفوش. بس هو ضد خط الايه؟ الزوايا الناحيه الثانيه. فالجزء ده المناجيين كانوا بيبتدوا اليوم من الجزء الزمني. يا من خط الزوايا يا من خط وادي الارض اللي هو الارض. باقي خط الزوايا ده كانوا بيسموه خط الارض. تمام؟ اسمها الميريديان لا النقطه أي نقطة؟ اللي هي أحسن مش نقطة الدايرة يعني الشمس على أجزاء منها دي بس مش نقطة هي على الكرة الصغيرة السينس والنادر اللي تحت خالص اللي هي مقابلة ليها إن الشمس في الجهة الثانية منتصف الليل المستمع منتصف الليل لكن هي بالنسبة للثانية بالنسبة للكرة الثانية تقريبا منتصف بالظبط كده. هي نقطة الزينس اللي فوقينا والنظير اللي تحتنا أو النظير في اللغة العربية والزينس اللي هو السم في اللغة الإيه؟ العربية. فالمناجمين كانوا بيبتدوا اليوم من الساعة دي. فعشان كده إحنا دلوقتي عملوها اختياري من اليوم اللي يبتدي من الساعة 12 دي. الليل كان لسه فيه آثار للتجديد عملية على أرض الواقع. طيب لما جم يعملوا الأسبوع أنا قلتها المرة اللي فاتت برضه في السريع بس هقولها تاني بقى بالتفصيل. عملوا إيه؟ ابتدوا من يوم الأحد. لأن عند الهند بداية الخط كانت يوم الأحد. يعني دي حكايه يوم الاحد دي بدايه بترجع لانه مش معروف لانه بس هم بيحاولوا يفسروها كده بس مش معروف لانه انت عند الهند سموا اساسا ايام الاسبوع بالنسبه للفرق المعروف بس دي اللي هو يوم الشمس مان دي يوم القمر تيوز دي يوم الغريب اللي ما فيش دايما سفر دي سفر برضه الجمعه فرايدي يعني كل يوم واخد اسم كوكب الكوكب. لسه قبل النقطة دي. الحد هو بداية الأسبوع. جم في أول ساعة في الحد وأنتوا الساعة دي للشمس. تمام؟ وهنشوفها في الفيديو كده أهو. أول ساعة في الحد اللي إيه؟ للشمس. أول ساعة دي اللي هي 12 بالليل يعني مش لا أول ساعة ده السيستم التاني للساعات بيستخدموه. السيستم اللي بيستخدموه زمان في الساعات ما كانش السيستم اللي احنا بنستخدمه ده، كان حاجة اسمها الساعات المعوجة. يعني إيه الساعات المعوجة؟ يعني الصيف مثلا النهار بتاعه طويل والشتاء النهار بتاعه قصير. نروح مقسمين الصيف 12 ساعة بغض النظر عن إن الساعة قد إيه؟ يعني تبقى أكتر من ساعة وشوية من بتاعتنا دلوقتي. نروح مقسمين الليل ل 12 ساعة برضه. فكانت بتبقى الساعة أقل من 60 دقيقة اللي احنا بنستخدمها، وساعة النهار أكتر من 60 يعني. يجي في الشتاء بيبقى ساعه الليل اكتر وساعه النهار ايه؟ اقل. فكانوا بيسموه ساعات النهار. اول ساعه من النهار بعد الشروق دي كانت بتدور الشمس. تمام؟ تمام؟ ادي الكواكب السبعه والشمس والقمر اللي كانوا معروفين رتبوهم حسب الايه؟ البعد والبعد. يعني ايه بعد الارض؟ يعني زحل المشترك مريخ الشمس الزهرة عطارد الايه؟ تمام؟ وبعد ما يرتبوهم حسب البعد والارض طب معلش يعني سألك لا ما سألكش تمام؟ طب اسأله الدكتور ماشي اسأله الدكتور ازاي زمان انتوا حددتوا بعد الطيارة؟ تمام؟ وكان فيها ممكن معاك يعني لا البعد كلها في الغرب لا ما تقصدش بعد الكواكب عننا او عن الشمس انت ما تقولش تقول يعني اقول لك في الكواكب يعني بياخدوها بالحجم ممكن يكون بياخدوها بالحجم خد بالك يعني هي مش عارفين ابعاد معينه زي ما احنا عارفينها دلوقتي ان مفيش اطوال معينه او طرق معينه بس مسافات طب بيرتبوها ترتيب معين على حاجه هو الاضاءه اكيد هو بقول لك حسب فهمت من درجة السطح يعني اعترض السطح
يعني هقول ده سؤال يعني اجابته ما تبانش قوي في الشمس. الوقت الثاني بعد الفرق انك كده بتفكر عطاء الصوره الارض كده عطاء الصوره فزي ما الشمس بس عطاء الصوره واحد زي الشجره غريب يلمع ويظهر فقراته وكذا بمعنى هو ابعد خارج او تقدر تعرف
فهم راح حاطين بقى اختار وقت معين بحيث يبقى المشترك دي في الطالع بتاع المدينه. يعني جابوا المدينه وقالوا ان الوقت اللي برج القوس ده هيطلع المشترك هتبقى في برج القوس. اول ما المشترك يبقى على في الطالع يعني على نقطه الشرق احنا هنلعب في الوقت. تمام؟ وحسب الوقت كان يوم 28/7/762 ميلادي 174. تمام؟ هي مش المفروض تيجي كده؟ دي الايفل مش عارف مش حاجه هي الشرق فوق يعني؟ ايه ده؟ طيب ده الشرق يعني؟ ايه؟ ده الشرق لا لا مفيش في ال مفيش في ال مفيش تمام؟ فخلوا المشترى هو القوة، المشترى عند المدينة دليل السعادة. تمام؟ فبنوا مدينة بغداد في الوقت ده، ومدينة بغداد بعد كده بقت هي أعظم مدينة تجربة. عملنا مقدمة عن التنجيم، نخش في كتاب. الكتاب لعالم مشهور جدا اسمه أبو الريحان البيروني. أبو الريحان البيروني مواليد مدينة تمام اسمها كاف. تمام؟ دي دلوقتي في أوزبكستان اسمها كييف دلوقتي. وكان ساعتها في إمارة فارس. إمارة فارس طبعا ساعتها كانت الأمة يعني الإمبراطورية الإسلامية متقسمة. كانت الخلافة العباسية تقريبا ما بتحكمش غير بغداد. الخليفة ما كانش موجود غير في بغداد. وبني بويا كانوا هم المسيطرين على الخليفة. تمام؟ وكل الإمارات طبعا متقسمة زي ما احنا شايفين. هنا الصفيين في مصر، هنا الترابطة. تمام؟ هنا الزيدية اللي هم الشيعة الزيدية، هنا الغزنويين. تمام؟ هنا الفارسيين. فأبو ريحان البيروني اتولد في منطقة يعني أو في فترة كانت فيها أحداث سياسية كبيرة جدا. خليته بقى يهاجر من بلده ويروح كذا بلد زي ما هنشوف. أبو ريحان البيروني اتولد في كاف سنة 362 هجرية 1973 ميلاديا. تمام؟ بعد كده البيروني درس في كاس في فوارس وتحت رعاية أبو نصر منصور ابن عمر. قال الأعراب دول تبنوا البيروني في الأول. وكان فيهم واحد مشهور من اهل العرب دول كان عالم فلك وكان من هو استاذ البيروني. بعد كده البيروني عمل كتاب وهو عنده نشوف الفرق بين الاثنين كده 22 سنه في الكارتوجرافي اللي هو علم الخرائط. تمام؟ بعد كده من 1996 1997 البيروني خرج ودرس لوحده في الري. الري كان تقريبا في فاس تحت شويه لو رجعنا الخريطه اللي فاتت. الري كان تقريبا هي دي. تمام؟ هاجم الخوارزم من الري عشان يدرس هنا لوحده. بعد كده راح جورجان ودرس تحت رعايه شمس المعالي بن قابوس سنه 1000 ميلاديه. عمل كتاب اسمه كورنج اوف ارشنتيشن اللي هو الاثار الباقيه عن الحروب الخاليه. كتاب مهم جدا لانه فيه تقويم وفيه تاريخ بتاعه وكده. بعد كده البيروني رجع تاني لخوارزم تحت المأمونيين تحت رعاية المأمونيين. بعد كده البيروني جه محمود الغزنوي غزا خوارزم. تمام؟ وكان البيروني فيه. محمود الغزنوي كان إمام كان حاكم كان شوية بيكره الفاس والحكام. فجاب البيروني وجاب أستاذه كان اسمه الأستاذ عبد الصمد. تمام؟ جابه وراح قال الأستاذ وكان نوى إن هو يقدم البيروني. لولا ان وزيره تدخل وقال له ان البيروني ده مفيش زيه في عصر فما ينفعش يعني. فالمهم فسابه وما رضيش يعني. وبعد كده خدوا على الهند وكتب كتاب تحقيق ما يتم في المقوله معقوله العقل او ايه كان كتاب مشهور جدا عن الهند وهو الكتاب الوحيد اللي بيحكي سيره الهند في القرون الايه؟ الوسطى. فما رضيش يقتله. بعد كده محمود الغزنوي غزا الهند وخد معاه البيروني من 1015 ل 1049 سنة من 1020 ل 29 البيروني عمل ريسيرش كتير في الهند. دخل ودرس الهند درس عقائدها ودرس شريعتها ودرس فلكها ودرس تنجيمها درس كل حاجة في الهند ونزل كتاب الهند. بعد كده 1024 البيروني عمل القاعدة الشهيرة بتاعته اللي هي قاعدة البيروني لحساب نصف قطر الايه؟ بالأرض. دي قاعدة شهيرة جدا ومعروفة ان هو قدر يحسبها غير ما كان منجم الخليفة المأمون حسبوها بطريقة تانية. حسبوها ازاي؟ فضلوا ماشيين درجة كاملة في الشمال ودرجة كاملة في الجنوب وقدروا يحسبوا ايه؟ وقدروا يحسبوا درجة واحدة من قطر الأرض. تمام؟ وحسبوها بالأميال قد ايه ضربوها وكده وضربوها في الجنوب. دي ممكن نتكلم عليها في
بعد كده البيروني عمل كتابه سنه 1925 اللي هو 416 هجريا، كتاب مهم جدا تمام، في اسمه تحديد نهايات الاماكن وتصحيح نهايات المساجد، كتاب مشهور جدا. كل الكتب اللي انا قلت عليها دي سواء اثار البقيع او تحديد ما الهند من المقبول او الكتاب ده حققه مستشرقين، مفيش ولا واحد فيهم حققه من واحد. ومن نوع الاثار الباقيه عن القرون الخاليه اللي يشوف النسخه اللي موجوده في السوق دلوقتي نسخه رديئه جدا، اما اللي يشوف النسخه اللي حققها المستشرق الالماني كان اسمه فان بلوكن اظن، نسخه عظيمه جدا وكانت فيها هوامش كتير وكانت فيها حاجات كتير تقدر تفيد اللي عايز يقرا، اما النسخه اللي موجوده دلوقتي مش كويسه يعني. تمام؟ بعد كده سنه 1929 عمل بيروني الكتاب اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو كتاب ايه؟ تفكير لاوائل الصناعه. بيروني سنه 1920 خلص تماما دراسته عن الهند وانهى الكتاب اللي كان ابتدى فيه، وبعد كده سنه 1940 البيروني. طيب نتعرف كده بسرعه لاهم مؤلفاته، اهم مؤلفاته اول واحد القانون المسؤولي في الهيئه والنجوم تمام، والكتاب ده مطبوع ومتحقق عربي ومتحقق كويس قوي. الكتاب بيتكلم عن الفلك وعلم الهيئه الادبيه، والكتاب كان عباره عن موسوعه فلكيه مهمه جدا لاي حد عايز يطلع، لدرجه ان هم بيقولوا عليه ان هو يعني هم كلهم كانوا بينقلوا المجسم بس ده يعني اقرب واحد نقل منه او اقرب واحد يدبر يعني. الاثار الباقيه عن القرون الخاليه ده كتاب بيتكلم في التقويم والتاليف تمام، وبيتكلم هنا عن بدايه الدوله العباسيه. كتاب استيعاب الوجوه الممكنه في صنعه الاسطرلاب، وده كتاب بيتكلم عن الاسطرلاب وهو كان بآلة فلكيه بيستخدموها كتير. بعد كده تحقيق مالكين من المقول، الجمال في معرفه الجواهر، مش هتلاقي عنوان شبه التاني تقريبا، تخصصات مختلفه ليه، كان عالم بيسموه عالم موسوعي يعني دارس اكتر من حاجه ومتمعن فيها ومتخصص في كل حاجه. تحديد نهايات الاماكن المتصفه مسافات المساجد، والكتاب اللي احنا بنتعرضه النهارده كتاب التفكير لاوائل الصناعه. البيروني الكرم، وطبعا الغرب كرمه اكتر ما العرب كرم. الكرم اول حاجه انه اطلق اسمه على فوهه من فوهات الامر تمام، اسمها الايه؟ البيروني. وتحتها فوهه العالم كان الكريم مسلم اسمه ايه؟ طبعا دي الكوردينيتس بتاعت الفوهه. برضه عاملين له في طهران تمثال للبيروني تمام؟ الايرانيين بيقولوا ان البيروني فارسي فعشان كده بيحبوه تمام، بس هو هو مش فارسي هو من خوارزم. تاني حاجه بيقول ان هو شيعي، هو ما كانش شيعي يعني شاكين في انه كان شيعي ولا لا، بس هو ما كانش شيعي فهم بيحبوه. في مصر عملوا له طابع بريد الحمد لله، وفي افغانستان برضه طابع بريد، في روسيا عملوا له طابع بريد وكانوا عاملين مؤتمر باسم كان عدى 1000 سنه على مولده، عملوا له مؤتمر كبير جدا وجمعوا فيه مختلف كتير وحاجات في غينيا في سوريا في الجزائر تمام. المنجمين كانوا طبعا لازم ايه؟ يكرموا البيروني لانه عمل الكتاب ده، الكتاب على فكره ده مشهور جدا عن المنجمين، والبيروني مشهور بسبب الكتاب ده عن المنجمين. هنلاقي مدرسه اسمها ليس في عملوا ايه؟ ريليشنز؟ اه اسمرونز عملوا في عصر النهضة، عملوا خريطة وجايبين له الميلاد بتاعه تمام عشان تبين ان هو كان عصر نبدا في الكتاب. الكتاب بيقول عشان تبقى منجم حقيقي لازم خمس علوم رئيسيه، والسادس هو علم احكام النجوم، يعني التطبيق هيبدا بالعلم السادس. العلوم الاساسيه هي الهندسه، الحساب، علم الفلك، علم التاريخ اللي هو التطبيق والتقويم، الاسطرلاب، علم احكام النجوم. احنا هنمشي سريع كده على كل واحد من العلوم السته بقى، لان علم احكام النجوم هيبقى هو السادس، بس احنا اتفقنا في الاول ان علم احكام النجوم ده مش علم، ده ايه؟ تمام؟ طبعا بيتكلم بقى عن حاجات كتير جدا في الهندسه، ايه هندسه الجسم، الصوت، النقطه، مش عارف ايه المفروض، كنا المره اللي فاتت ورينا القطاعات المفروضيه اللي هو الايه؟ الالكس والقطع الكافر والقطع الناقص والقطع المسافر. تمام؟ اتكلم عن الكره، اتكلم عن الدوائر العظمى والصغرى، ولا شك ان الدوائر العظمى والصغرى ليها اهميتها في علم الفلك، لان هي اللي بتحدد كل حاجه في علم الفلك، ما نقدرش نحسب من غير الدوائر العظمى. القطب والمحور، ولان كل حاجه بتدور حوالين القطب زي هيئه النجوم بتدور حوالين القطب تمام. شفنا الفيديو بتاع القطاعات النفوسيه، مش يعني مش هنشوف تاني عشان ده مش اتكلم عن الجيب. الجيب هو نصف وضع ده اساسا، زمان قلنا قبل المره زمان ما كانوش بيستخدموا الجيب،
كان بيستخدموا حاجه اسمها الوتر، يعني ما كانش في حاجه اسمها سايد سي تي، كان في حاجه اسمها شورت او وتر سي تي، تمام؟ فده هو اللي كان موجود في المجلس بالشكل ده، يعني نقول الزاويه دي لو هي 60 تمام؟ يبقى الوتر بتاعها عارف ايه الوتر اللي هو ايه؟ يعني الزاويه دي 60، الخط الوصل بين الطلعين دول كانوا بيسموه الوتر على الاقل. فكان بيقول الوتر بتاعها كله مثلا 3، زمان كانوا بياخدوا نص قطر الدايره دي 60. تمام؟ حاجة كانت معروفة، يعني مثلا زمان عند العرب كانوا بيقولوا ساين 30 مش بنص 30، تمام؟ ساين 30 معروف دلوقتي بنص، تمام؟ كانوا بيضربوا النص ده في 60 فيقولوا ساين 30 بكام؟ 30. اللي اخترع قلنا المرة اللي فاتت اللي اخترع الجيب ده واحد هندي اسمه اريا هاتا في القرن السادس الميلادي. الهندي ده بقى عربي راح جايب ده وراح مسمي ده الايه؟ الساين، عشان كده الساين هو اسم النص في وتر ده في الايه؟ ده في الساين اللي هو الحته احنا دلوقتي بنقول ده على ده هو الايه؟ الساين الزاويه اللي هي الشكل القطاع، الشكل القطاع بتاع العبارة دوائر عظمى متقابلة مع بعض، يعني دول أربع دوائر عظمى، يعني إيه دوائر عظمى؟ مش هنخش قوي في الدنيا. بس الزوايا العظمى مثلا زي خط دايرة الزوايا دي دايرة اسمها دايرة ايه؟ عظمى. دايرة الاستواء دي اسمها دايرة ايه؟ عظمى. دايرة الدروب اسمها دايرة عظمى التي تقسم الكرة نصين نصين. الكرة يعني لو عدت بالمركز وقسمت الكرة يبقى دي اسمها دايرة ايه؟ دايرة ايه؟ عظمى. فكان الشكل القطاع ده في حاجة دلوقتي اسمها قوانين ايه؟ حساب ال او الفلك الكروي، القوانين بتاعته مشهوره دلوقتي، زمان ما كانش عندهم القوانين دي، فكانوا بيطبقوا يسترتبوا كل قانون بيعملوه بالشكل ده. اتكلم بعد كده في الايه؟ في الحساب. الواحد واجزائه، العدد، الاعداد الطبيعيه، الزوج، الفرد، العدد المكمل، واعداد كتير كانوا بيستخدموها في الحساب. اتكلم عن الاعداد المتحابه هقولها دلوقتي. اتكلم عن التمويل والتجذير، يعني اكس اس 2 وجذر اكس، تمام؟ نتكلم عن الشيء، زمان كانوا بيقولوا اكس، ده ما كانوش بيقولوا اكس او سي، كانوا بيقولوا الشيء. الشيء اذا ضرب في الشيء صار مالا. المال ده اللي هو ايه؟ اكس اس 2. الشيء اللي هو ايه؟ اكس، تمام؟ التجنيس، التجنيس احنا عارفينه رفع العزم والضرب الحساب، تمام؟ اتكلم عن المراتب الوضعيه، المراتب الوضعيه اللي هي الارقام اللي هنقولها في السلايد الجاي. اتكلم عن الظفر والمقابله. اتكلم بقى عن شرط حاجات المفردات، المفردات المتعادله، يعني ايه المفردات المتعادله؟ انت عندك اكس اس 2 بتساوي ال اكس وعايز تجيب قيمه ايه؟ اكس. اقدر اكس مع اكس اكس اس 2 تمام؟ اكس اس 2 بتساوي ان، هتقول اكس بتساوي جذر ايه؟ اتكلم اكس بتساوي ان. اتكلم عن حاجه اسمها المقترنات المتعادله، يعني ايه بقى المقترنات المتعادله؟ يعني انت عندك حدين بيساوي حد. يعني ايه حدين؟ يعني عندك 6 زائد 10 اكس او 10 سي بتساوي اكس اس 2، طبعا دي معادله متدرسه دلوقتي للناس الاعداديه فبيقدروا يحلوها بطرق كتير من التحليل وطرق كتير، تمام؟ طبعا بقى زمان ما كانش عنده فورمه وبيحللها بالتحليل وخلاص، لا ده كان يقول لك 6 زائد 10 اكس بتساوي اكس اس 2، اكس اس 2 زائد 30 بتساوي 13 اكس، تمام؟ اكس اس 2 زائد 10 اكس بتساوي 39، كل واحده من دول كان ليها طريقه في الحل غير الايه؟ غير التحليل، دلوقتي هم عملوا الفورمه. حساب الخطأين هنتكلم عنه في السلايد اللي جاي. طيب العدد المتم، يعني ايه العدد المتم؟ يقول لك مثلا لو انت عندك 3 و4 تمام؟ تضرب 3 في 4 هو ده العدد المتم بتاعه، يعني ايه العدد المتم بتاعه؟ يعني انت هنا لو عوضت 3 هتبقى 3 و6 بتسأل، وهنا هتبقى كام؟ 4 و6 16 تمام؟ يبقى العدد اللي هيخلي مجموعه اللي هو 3 زائد 4 ب 7 و6 بيساوي 49، ايه هو العدد؟ يقول لك مثلا ايه 3 و4 و12 وتضرب كانوا بيحبوا الحاجات. في حاجه ثانيه اسمها الاعداد المتحابه. يعني ايه الاعداد المتحابه؟ يقول لك عدد لو جبت كل كل العوامل بتاعته تمام؟ وجمعتهم هيدوك عدد ثاني. بمعنى العدد ده تشوفه بيقبل الاسم على ايه؟ هتلاقيه بيقبل الاسم على 248 بيديك 1، وبيقبل مش عارف الاسم على كام بيقبل الاسم على كام بيديك 10 وهكذا. تمام؟ لو جمعت كل الاعداد دي هيدوك عدد تاني، تمام؟ العدد التاني ده هو كام؟ 220 مثلا. فال 220 لو جبت عوامله وجمعتها هيديني 248، فكانوا الاثنين بيودوا لبعض، كانوا بيسموه عدد ايه؟ طبعا ممكن واحد يحسبه بعد
تمام يا صاحبي، بس ممكن اي حد يحسبها. قلنا ان الارقام العربيه والارقام النديه، قلنا ان الاثنين اسمهم ارقام عربيه. الارقام النديه اللي احنا بنكتب بيها دي، دي كانت بتستخدم في المشرق، والارقام الانجليزيه دي كانت بتستخدم في المغرب. ودليله على كده كان بيقول لك ايه؟ ونحن نجعلها دائره صغيره ونسميها صفر. ده اكبر دليل ان النقطه دي ما كانتش بتستخدم، كان بيستخدم مكانها ايه؟ دايره. يعني الصفر ده صفر ايه؟ عربي. اما والهند يجعلونها ايه؟ نقطه. يعني النقطه دي نظام هندي، اما اللي في الغرب ده نظام عربي. حتى هم بدأوا بيسموها عربي طبعا. ايه بقى حساب الكهربائي؟ كان بيقول لك بتعمل ايه؟ لو انت عندك، هو في على فكره الصيف متاخر هي شويه. لو انت عندك معادله زي دي اكس زائد 2 على اكس زائد 3 بتساوي 15 وعايز تحلها، تعمل ايه؟ قال لك نفرض اول حاجه اكس برقم، اي رقم تقول 3 مثلا وتعوض، فلما تعوض ب 3 هيطلع الناس كام؟ 8. تطرح 18 ناقص 8 يديك 10، يبقى انت عندك فرق ايه؟ 10، كان بيسموه الخطا الاول. بعد كده عوض اي رقم تاني مثلا وليكن ايه؟ 6. فالناتج عندك يطلع كام؟ 13. تطرح ده دي كام؟ 5. كده بقى انت عندك رقمين معوض فيهم اكس 1 واكس 2، وعندك 2 ايرورز اي 1 واي 2 دي 1. ماشي؟ قالك بعد كده تضرب العدد الاول في الخطا الثاني ناقص العدد الثاني في الخطا الاول وتقسمهم على فرق ايه؟ الخطاين هيدوك كلمه الايه؟ بس هتلاقي تسعه هي حد الايه؟ المعادله. تمام؟ بس دي كانت بس في المعادلات الليليه او المعادلات اللي هي من الدرجه الايه؟ الاولى. المعادلات من الدرجه الثانيه شوفوا بقى احنا هنعملها ونشوف نسبه الخطا قد ايه؟ نسبه الخطا من الحل ده والحل الحديث. تمام؟ فهو برضو تعوض دي بقى اكس اس 2 مش اكس بس. تمام؟ هتعوض ب 3 و 6. هتلاقي اول مره 3 ب 14 وثاني مره 3 ب 3 و 4. والخطا الاولاني 90 ناقص 14 76، والخطا الثاني 90 ناقص 43 47. هتعمل زي ما هو قال تضرب العدد الاول هيطلع الرقم عندك بايه؟ 10 وانت ماشي ده على حد هتيجي تعوض بيه في المعادله هتلاقي ان الرقم بيطلع لك 116 مش 90 فكده في ده مش حل صحيح تمام؟ ده هي الطريقه دي تنفع بس المعادلات الدرجه الاولى ما ينفعش معادلات الدرجه الايه؟ الثانيه. طب ما هو عامل طرق ثانيه اكيد بقى. اه كان ليها طرق ثانيه بس هي الطريقه دي ما تنفعش. تمام؟ بعد كده نخش في قبل ما نتكلم على علم الفلك لازم نعرف ايه كلمة الفلك كانوا زمان بيقولوها. ادي حاجة بتصور لنا ما هو الفلك. الفلك كان عبارة عن الأرض في مركز الكون وحولها تدور الكواكب والقمر. تمام؟ الأرض بتدور حواليها القمر والكواكب كل واحد له مدار خاص ما بيروحش بعيد عنه هو بيطلع بيعرف فيه. يعني كل كوكب كان ليه كرة معينة، الكرة دي كان اسمها الايه؟ الفلك. تمام؟ فتلاقي المسافة من هنا لهنا تمام؟ دي كرة مثلا الأرض. Gracias.
لا مفروض طبيعي مش عارف يعني حاسس ان في اختصار ده من ورا ولا مش ورا؟ طيب انا ورا لا مش ورا هو بيقعد ورا بس انا مش بقول لك ورا عنده خلاف خلافات في الجمهور طيب بس كده وبعد كده تاني اليونان بعد كده اليونان دول ايه؟
كان دي العلاقات تمام. وهو برضو ادى الهندي وادى كذلك الايه السنه اللي هو الفلك في ايه في ايران او الفلك الفارسي. الله برضو ان الفلك الهندي والفلك الايراني الاثنين تبدلوا بحكم الايه الجوار. كل دول ادوا في النهايه للفلك الاسلامي لان المسلمين يعني فتحوا كل المواقع دي فادوا في النهايه للفلك الاسلامي. فالفلك الاسلامي قدر يجمع الاربع حضارات اللي كانت قائمه في حضاره واحده. فهي ميزه الفلك الاسلامي. الفلك الاسلامي مثله اللي بياخد الفارسي والبابلي وبياخد كذلك من ايه؟ من اليونان. اليونان هو عامل هنا بطرس وبطرس تقريبا 2000 قبل 200 قبل الميلاد وبطليموس كان 150 ميلاد. سيمون ده كان في اسكندريه وعمل حاجات كتير جدا في الفلك. تمام؟ ده انتقال علم الفلك انتقال زماني وانتقال ايه؟ مكاني. طبعا الحضاره البابليه بتوضحها هنا قعدت كام سنه واليونانيه قعدت كام سنه والاسلاميه وكذلك الهندية فضلت مستمرة مع الحضارة الإسلامية لأن المسلمين ما خدوش ولا تمام؟ فده علم الفلك ازاي؟ اتكلم عن حاجات تانية مش هنتكلم عن الحاجات كلها بس الأحمر بس ده اللي هنتكلم عنه. اتكلم عن المتحيرة من الكواكب اللي هم السبع الخمس كواكب اللي احنا قلنا عليهم. اتكلم عن الاحتراق. ما هو الاحتراق؟ الاحتراق إن يظهر نجم او كوكب قريب من الشمس وقت الشروق والشمس بتطلع عليه فبتخبي ضوء لان ضوءها قوي جدا. احنا ليه قلنا الاحتراق؟ عشان هنتكلم عليه في الاخر في التنبؤات اللي سبقت بلاد السيد المسيح. تمام؟ كم عدد الكواكب الثابته اللي هي النجوم؟ كانوا فاكرينهم 1022 كوكب. وكانوا معروفين بالاسم ومن اشهر الكتب كتاب ابو الحسن الصوفي اللي هو الكواكب الصوفيه. الثمانية والإيه؟ إزاي تعرفها الصور على التي على منطقة البروك؟ كان بيقول إن في منطقة البروك عليها 12 إيه؟ 12 برج أو 12 مجموعة نجمية. البرج ما هو إلا عبارة عن مجموعة نجمية. يعني أنت بتبص في السماء بتلاقي نجوم. بتقول النجوم دي باسم معين. بيسموها أسماء كتير، بيسموها الضباب، بيسموها الحمل، بيسموها السلحفة، بيسموها أي حاجة. تمام؟ اللي على البروج دي بقى اللي معناها الاتباع في خلفيه الشمس وقت الشروق، يعني الشمس قبل ما تشرق في شويه نجوم بتبقى جنبيها، شويه النجوم اللي جنبيها دي بيسموها برج، وهم 12 برج لان السماء بتعدي فيهم كل الشمس بتعدي فيهم كلهم تمام فسموها الابراج الاثنى عشر. طبعا الابراج دي حاجه ايه؟ اختراع بس هي من تمام، فانت ممكن بدل مجموعه قد كده تخليها قد كده تقسمها اثنين فتسميها اسمها 13. دلوقتي الابراج 13 برج مش 12 تمام؟ بس المنجمين لسه ثابتين ان هم 12 برج لان هم ما بيحسبوهاش بالمجموعه النجميه بيحسبوها بالطريقه. السور الشماليه شماليه يعني شمال منطقه البرج، السور الجنوبيه يعني جنوب منطقه البرج. منازل القمر، منازل القمر دي يعني المجموعه او مش المجموعه شويه النجوم نجم او اثنين او ثلاثه اللي بيبقوا جنب القمر كل يوم، دي بيسموها منازل القمر وهم 28 منزل. منزل العلماء كانوا يظنوا ان القمر ينزل ضيفا على نجوم هذه المجموعه في كل ده. هم 28 دول وتسعه طبعا كل قمر في البحار كانوا ما بنبانش في الارض. ودي انتقال كان للهند من الهند للعرب. دي اصلها هند 28 وبيستخدموا في الهند في التاريخ. تمام؟ العرب ما استخدموهمش في التاريخ. بعد كده اتكلم في حاجات دقيقه جدا في علم الفلك. الحاجات دي هي اللي بيستخدموها دلوقتي الحصه والحصه المتوسطه وتعديل الشمس، حاجات صعبه قوي على ايامهم كان بس المتخصصين هم اللي ايه؟ هم اللي عارفينها. طبعا دي يعني مش صعبه بالنسبه لنا، دي بالنسبه لنا مدرس في الثانويه عامه مش صعبه. تمام الفلك اوجه الشمس، اوجه الشمس معناه ابعد نقطه للشمس عن الارض. ابعد مسافه للشمس تمام؟ وحديد الشمس هو اقرب نقطه بين الشمس والايه؟ والارض. بعد كده دي الناس مثلا اللي هو بيبقى الشمس في الصيف ازاي الشمس بتبقى بعيدة عن الأرض في الصيف في الحضيض في الشتاء ازاي الشمس بتبقى قريبة من الأرض بيبقى في الشتاء دي كلها يعني بعض الناس بيعملها خطأ إن الصيف يبقى حرارة يبقى الأرض بعيدة عن
الشمس يبقى الحراره اقل من درجه الحراره. المشكله مشكله زاويه سقوط اشعه الشمس على سطح القمر. في الشتاء بتبقى زاويه السقوط بعيده عن العمود الارضي. يعني العمود الارضي بتبقى الزاويه بعيده قوي. فتاثير الاشعه بيضعف بتضعف في الجيب الزاويه. كل ما الزاويه تبقى كبيره يبقى اقل يبقى بتدي تاثير اقل. لما تقرب العمودي تديك اكبر قدر ممكن من الحراره بده يبقى في الصيف. مع ان الشمس بعيده لكن اشعه الشمس تبقى عموديه او قريبه من العمودي على سطح الارض. وبالتالي الصيف هو رغم انه بعيد عن الارض انما بيديني حراره. والشتاء قريب الارض بيدينا حراره اقل لان الشعاع العمودي شعاع على سطح بعيدا عن العمود. على نص فرصه ايه؟ يعني العكس بالجنوبي. يعني الصيف الجنوبي الشتاء الشمالي والعكس. نتكلم بعد كده على مقادير حركه الكواكب وبعد كل كوكب وقطر كل كوكب. طبعا الارقام كلها الفيزيائيه الحديثه بس كانوا بيقدروا يستنتجوها من الهندسه. عشان كده ما بقاش تاني كده عرض القمر قال ان القمر بيطلع خمس درجات شمال او جنوب دائره الايه؟ زي ما احنا عارفين دلوقتي لان الحاجات دي ما بتقدرش الوقت. اما تفسيرها هو اللي بيطلع. اما هو بيطلع خمس درجات وبينزل خمس درجات دي حاجه المفروض تبقى. نتكلم على الوضع المعموره. كان احد الحاجات اللي دخلوها في الفلك الجغرافيا شويه او الجغرافيا الفلكيه اللي احنا بنسميها. بتكلم عن خصوص الخصوص والخلاف في المصر. الافلاك شفناها الشمس كان بيقول لك ايه بقى؟ الارض موجوده هنا. تمام؟ ودي الدايره بتاعت الايه؟ الشمس. او العكس او بتاعت فضل العكس. يعني لو الارض هنا ودي دايره الشمس مش الارض هنا في الايد ودي الشمس بتمر في الدايره دي. فكان اللي بيحصل ايه؟ اللي فيه مسافه بتبقى قريبه جدا وهي دي الايه؟ لا مش الارض في نص جيمس دي. تمام؟ والشمس بتمر على الدايره دي اللي هي مركزها مش الارض مركزها نقطه زد. تمام؟ الارض بتاعت الدايره دي. تمام؟ هل المسافه دي هي الايه؟ الحضيض لان مسافه صغيره الشمس صغيره جدا الارض. المسافه دي اللي هي الايه؟ لا اللي هي بعد الصفر. وكان ده تفسير عن الدايره دي على فكره مرسومه ازاي؟ مرسومه من الفصول الاربعه. يعني ايه الفصول الاربعه؟ الفصول الاربعه غير متساويه. تمام؟ في فصل 90 وفصل 92 وفصل 88 وفصل مش عارف 91. فراح عامل ايه؟ راح مقسم دايره بنسبه الفصول دي. يعني طالما هي مش متساويه من اطوال الفصول مش كل سنه زي الثانيه. يعني تلاقي واحد من السنه 92 السنه الجايه 91 يعني ليها مقدار بس في فصل طويل رينج. يعني في فصل طويل اللي هو الايه؟ الربيع فصل طويل 92 يوم وفي فصل قليل اللي هو الشتاء صغير. فقدر ايه؟ قال طالما راح راسم الدايره دي من نسبه الايه؟ الفصول لبعضها. عشان كده راح خلى المركز بتاعها في نقطه بتشكل الاشياء. ولقاها بتتوافق مع الايه؟ مع الاقصر. فراح سايب السيستم ده هو قال الشمس ده النموذج بتاع الايه؟ الشمس. الشمس بتدور حوالين الارض. تمام اوكي. عشان بس الحاجه دي بتبيعها مش تمام. لا انا عامل تساوي بس بس انا بس انا لو سبتك تكلم ما اتكلم لحد ماشي. اتكلم بعد كده على فلك التدوير وده كان نظام عرضناه قبل كده عشان اعرفه تاني بقى طلال الوقت. في بقى منازل القمر مش منازل دي مش منازل القمر دي اطوار القمر. في فرق بين منازل القمر وفي فرق بين اطوار القمر. هو كان عارف اطوار القمر ودي بالمخطوطه دي بس باللغه الفارسيه نفس المخطوطه اللي هي الكتاب اللي احنا بنتكلم عليه بس بالفارسي. تمام؟ طبعا قال ان الكتاب بيبقى سكوان. تمام؟ يعني الارض هنا الشمس هنا فبيبقى احسن زي ما بدات وده محط اتكلم بعد كده على تقسيم اقاليم الارض. هنلاحظ ان الجنوب في الشمال الجنوب فوق والشمال تحت. كل الخرايط كانت كده الجنوب فوق والشمال ايه؟ تحت. ده حسب هو الاستاذ اللي انا بسموه بس هم كانوا بيحبوا يخلوا الجنوب فوق والشمال تحت لان الاسطرلاب كان الجنوب فيه فوق والشمال فيه ايه؟ تحت. وكان عن الاقليم الاول اللي هو بعد خط الاستواء. تحت خط الاستواء بيقول لك لم يتصل بنا ابار هذا النصف. يعني احنا ما عندناش ابار تحت خط الاستواء. فوق خط الاستواء كانوا عارفين الاقليم الاول الاقليم الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع كانوا بيقولوا ان هم سبع حضارات. تمام؟ بعد كده اتكلم على بحار للارض برضه في الكتاب بتاع
التنجيم بانتحار؟ بس هو كان دول اختلاف المنظر. يعني ايه اختلاف المنظر؟ اختلاف المنظر لو انت البارالاكس لو انت قدامك حاجه قريبه كده حسب الزاويه اللي بتبص منها حسب ما بتشوف الخلفيه تمام بسهوله. ده الامر النجوم بعيده جدا، القمر قريب من الارض جدا. هم مصورين القمر في نفس الوقت من اربع اماكن مختلفه من القطب، مكان من القطب الجنوبي من القطب الشمالي من 180 درجه شرق خط شرق خط جرينتش من 180 درجه على خط جرينتش تمام. هنشوف بقى خلفيه النجوم، هنلاقي ان دي مجموعه الفراجه تمام. القمر في القطب الجنوبي فوق، القطب الشمالي تحت، عند 180 درجه ناحيه اليمين، عند 140 عند صفر حسب ما انت المكان اللي بتبص فيه للقمر من على الارض بيختلف الخلفيه بتاعته، وده اللي بيسمى اختلاف المنظر. من اختلاف المنظر ده تقدر تمام. بعد كده اتكلم في علم التأريف والتوقيت والتقويم، وقال التواريخ اللي كانت مستخدمه تمام، تاريخ الاسكندر وتاريخ موقف نصر وتاريخ السيد المسيح. ما كانوش بيقربوا، ما قربش بيها غير 5 سنين، هم زمان ما كانوش بيقربوا، كانوا بيقربوا التواريخ تمام. احنا بعد كده بقينا نقرب للتاريخ الايه؟ الميلادي. نتكلم بعد كده على الاسطولات، في فيديو على الاسطولات مش هنعرضه عشان يبقى بس في فيديو صغير كده بس بيبان شكله. هو دي برضه الناس اللي لا والله بس احنا ممكن نخلص ونخليها ونكمل ان شاء الله مره ثانيه. احنا اخر حاجه نشوف الاسطولاب والحاجه السادسه اللي هي قلب احكام النجوم نشوفها مره ثانيه تمام. الاسطولاب ده عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه ده ظهره فده مش مشكله اصلا. عارف الاسطولاب ده حاجه يعني محببه للنفس تمام. ده بقى وش الاسطولاب، وش الاسطولاب بيمثل السماء، هو عباره عن اسقاط السماء على حاجه قد كده تمام زي اللي احنا شايفينه. الفيديو ده معمول مش عارف فين بس واضح ان اللغه بتاعته بتقول تمام. هلاحظ ان مكتوب على الاسطولاب بالعربي تمام. ده صب المسلمين في الايه؟ في الاسطولاب وتطورهم. دي كانت اسمها صفيحه اللي عليها النور دي كلها الدايره اللي جوه، دي اسمها مقنطرات. دي خطوط السمت، دي المقنطرات. خطوط السمت عباره عن احداثيات بتستخدم في السمت. ده كان حاجه اسمها ساعات المعوجه اللي احنا قلنا عليها ان هم كانوا بيقسموا اليوم ل 12 ساعه بغض النظر عن اليوم كله. ده الافق، ده الزنس. الزنس هو النقطه اللي فوق الراس في السمت. دي عباره عن الثلاث دوائر اللي هو الاستواء والحمل والسرطان. الاستواء واليدي والسرطان اسف. دي حاجه اسمها الريدي او العنكبوته، دي كانت حاجه بتتحط على الاسطولاب وكان كل شكل الدور بيمثل نجمه في السماء تمام. وكانت دي بتمثل الابراج ال 12 يعني مسار الشمس الظاهري تمام. وكل خط من دول بيمثل، كل نقطه من دول بتمثل السماء. كانوا بقى دي اللي بيخلوها ايه؟ بيخلوها تلف، لان هم كانوا من زمان فاكرين ان النجوم والشمس هي اللي بتلف حوالين الايه؟ الارض. فكانوا مخليين دي هي جزء الايه؟ من الاحد. تمام؟ وهو هيستفز دلوقتي وهيوريك النجوم وهي بتلف. تمام؟ دي بتلف والنجوم بتلف لانها بتمثل النجوم وهي بتلف على الارض، وكانوا بيقدروا يحسبوا دي الاله دي حاجات كتير جدا. حاجات فلكيه وحاجات مواقيت صلاه وكده. طيب بكده يبقى خلصنا الجزء الاول من المحاضره ان شاء الله على وقت الجزء الثاني مش عارف ايه احسن من كده. شكرا. اسبوعين الشهر ده شهر ممكن الشهر الجاي اول الشهر الجاي لا شهر الشهر طب بتبقى جاهز انا جاهز تمام. حد عنده سؤال؟ اي سؤال؟ انا بس عايز اعرف المحاضره ويعني أشكر أسامة كده على المجهود اللي بذله في تقديم المحاضرة دي. لأن أسامة بقاله حوالي أربع سنين هنا، والمحاضرات
بالعكس كان